مش نعاود نخرج مش نعاود ندخل حتى التسويق ما اقوى بكل تواضع. ياسر سبونتانية. هلو هلو باهي. دونك نعرفكم بنفسي، مهدي كنيس، جو سوي ماجيسيان فازيت وكل. دونك حاب نعرفكم شكون، باش نسالكم شويه اسئله تو سامبلومون. قولي شنو ماجيسيان حسب ليكم، شكون عنده اي اقتراح شكون ماجيسيان، شنو ديفينيسيون؟ نعم ساحر، شنو اخر يعمل في الفازير؟ مقنع انت باهي. دونك باش نعطيكم شويه ديفينيسيون تاع الماجي. نحن في تونس ولا اغلبيه العالم العربي نراو الماجي تاع سواء كان عبد يحب يخدعنا، نحن كبشر ما نحبوش نظهروا كلي بهاي. دونك ديما كلي قدام قدامنا ماجيسيان لازم نتكيوه، تعرفش تعمل تعرفش تعمل ولا مش كي ولا مش كي، ما تحاولش تخدعني. دونك باش نعمل لكم ريديفينيسيون. ماجي بالنسبه لي انا هي كل حاجه تراها مزيانه ما تفهمهاش، يعني بالنسبه لي انا الناتور محلاه ما تفهمهاش، سونساسيون تاع لامور كي تحس لامور من الداخل محلاه ما تفهموش. كيما بار اكزومبل واني انا ناخذ ورقه كيما الورقه هذه نعمل كي نخباها ونرجعها محلاه ما تفهمهاش. اما الشاغم تاع الماجي كثر ماكش فاهم، خاطرك باش تفهم تمصات يعني انت تعرف هذه مشيت اما هي في الشيرة الاخرى ريت مبسطك كي تعرف شنو هي الفازه. دونك مرجيك يجي قدامكم ماجيسيان جوست استمتعوا باللحظه اللي انتم ماكمش فاهمين، تستمتعوا ريت الماجيك تتفرجوا فيه يعطيكم كالاحساس نتاع لينوسونس، الاحساس نتاع وانت ماكش فاهم حتى شيء، الاحساس وقت اللي كنت صغير هذا مازلت تكتشف في العالم. دونك حاولوا بلوز ما كي تجي ماجيسيان كي تجي انا قدامكم نهار اخر تكتشفونيش خويا شنو الحقره هذه. باهي دونك باش نحكي لكم باش نحكي لكم. عطيني زوز عباد بحذايا، زوز عباد يحبوا تفادليك. هاي هزوا هزوا يديكم هزوا يديكم كيش نختار وحدي. عطيني واحد اخر واحد اخر. امشي 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 الولي ضيا هاي هوني الشجاعة الشجاعة والإقدام و... في أوقات الفراغ بيت بوكسور جمال مش من غادي وراي وراي من حشمة. دونك شو اسمك؟ أميمة. شو تعمل؟ لطف عليك باهي ركز معي. شو اسمه نعمل الفازة هذا؟ شو تقرا؟ شو تقرا؟ باك ما يفتك على يوقف باهي. باش نعمل الفازة هذيا لازمك انت تكون نفس الديسونس بعيد عليها هي كما هي بعيدة عليك انت. خليكم كيما كيك باهي. دونك عندي هنا عندي هنا زوز كور تراو فيهم واضحين كابيتو باهي. تعطيني يدك لا نظيفة نظيفة. فلك عليك فلك عليك فلك عليك تسمعهم مش رعاية ذو. خليك هيك باهي. دونك انا باش نعمل شوية تيست تاع فيزيك. الفيزيك تعرفوا انه الحاجة تنجم تتبدل من بلاصة لبلاصة كيش ما ثم حاجة خليت تتحرك كيما الأمبولة ذي ما تنجم تتحرك كيش كي نعمل هكا هكا ولا. دونك احنا باش نعمل تيست نشوف اسكو هذه الحكاية صحيحة ولا. سكر عليها سكر عليها. باش نخلي الكرة هذه تنقز من هنا لهنا وهذه من هنا لهنا. انستوني واحد اثنين ثلاثة حل 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 ريد شيء ما فهمت. اسمع ترى عاود بطريقة أخرى أخصص أخصص باش نعمل حاجة ما أصعب. باش ناخذ هذه باش نحطها هوني باش ناخذ هذه باش نحطها هوني. اش قول لك كان هذه تنقز تولي في بلاصة هذه ولا أصعب أصعب هذه تنقز تولي مع هذه وليو هنا زوز وهنا حتى شيء مزيانة تولي. وصل واحد اثنين ثلاثة سي بون هنا زوز وهنا حتى شيء باش نعمل حاجة ما أصعب ميم سي تاخذ أكثر إيفور ما خاطر أنا متواضع ونحبكم باش نرجعها كيما كنت. كلش مصدقين هذا نعمل حاجة ما أصعب حاجة ما أصعب حاجة ما أصعب حاجة ما أصعب أي برا ترى قرب لي شوية باهي باش نعمل ترى أكيد عندي زوز كور باش ناخذ الكرة الأولى هذه باش نحطها غاديكا باش ناخذ الكرة الثانية شد ليدي سكر على يدي سكر على يدي عندي كرة هنا وكرة هنا باش نحاول نرد هذه انفيزيبل
ايه خمفه بشوي 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 بشوي. حسيتها ماستر باش تعملها في يدي يعني، دونك باش تحطها في يدك انت. ناخذ الكره الاولى نحطها هوني، ناخذ الكره الثانيه نحطها هوني، سكر عليها، سكر صحيح، سكر على يدي، سكر على يدي. كيكا اصعب جو بونس، خاطر بكري ما صدقتونيش كي تحاولت في يدي. واحد اثنين ترد هذه انفيزيبل، ثلاثه حل يدك انفيزيبل، تراو فيها انفيزيبل. هاي بالحق انفيزيبل، هاي باش نحسب حتى ثلاثه باش نسيبها، كيفاش نحسب حتى ثلاثه هي باش ترجع فيزيبل، كيفاش نحسب حتى ثلاثه انت باش تحل يدك، واضح؟ واحد اثنين ثلاثة. ميرسي بوكو. فما واحد قال لي اسمه أيوب فادليك، وينو؟ إيش أيوب إيش إيش إيش؟ صفقوا عليه صفقوا عليه. منو قالوا لي ثم تايمر الفوق وفازيت. هاي ايوب هاي يلا يلا يلا. اش قالكم مهارات في البيت بوكس ولا؟ عرفنا بنفسك، شو اسمك؟ ولا منى به ايوب ذي باكو نتاع كارت يأكد في كلام به. شد عندك الباكو ذي حط في مكتوك وما تنرجعول. عايز نعرفكم، هذا سفروت، هذا الأرنب نتاعي. يظهر مش بالحق ما هو بالحق، عنده أحاسيس ويحس، وأصلا هو عنده تراك تو. حاجة ما تعرفوهاش أنتم، فما برشا حيوانات، علاش متيحوا زوز بنوس؟ الأرنب، علاش اخترت أرنب؟ مش اعتباطية الحكاية، عندها معنى. خاطر الأرنب من الحيوانات الكل، في ساعة يحس زوز بنوس. واحد، اثنين، ثلاثة، سفروت، أرقد. سفروت هذا تو باش نستحقوه في حكاية. بالنسبة لي أنا الماجي هي الإيماجيناسيون، قد ما أنتم عندكم إيماجيناسيون قداش متراو الدنيا بالماجي، حاولوا باش تتخيلوا معايا أغلب الحكايات، كان مش تتخيل عندي أوبجي تنجم تتخيل به. تحب الأوبجي ولا من غير الأوبجي؟ من غير. أي ركز ركز معايا، أي. باهي. خلي سفر تهنية نرجعوا لهم بعد، وين الباكو تاع الكارتة في مكتوب كاكا ولا؟ خلي 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 خلي، باش نعمل هكا، إجا على يساري، إجا، إجا، مش قدامي وراي. شد عندك ذي باكو نتاع كارتا ايماجينير. شد عندك شنو هذاك؟ باكو نتاع كارتا بارفي. ماشي كارتا بدريد بدريد مشكلة الكارتا خرج من باكو قبل، خرج من الباكو قبل. ليه دي ليه باكو؟ مش عندك انت باكو تاع كارتا هنا؟ خرج الكارتا بعد مشكل الكارت. باه بارفي بارفي بارفي. هنا عندنا طاوله هكا ولا افرش كارتك كلها على الطاوله. اعلى شوي. اعلى. للوط خليك هيك افرش. بارفي. لا فرشتها بالمقلوب. قلب. هي كانت نورمال وانت قلبت. خليها خليها. كارتة مقلوبه هكا ولا فيسا فيسا نحي لي دو جوكيغ. نحي ذاك الاول ذاك الثاني. تروري صفقوا عليه. ريت الفازة اللي يعملها حتى انسان من اول الدنيا لاخر الدنيا هو يلعب في الرمي ما يعملهاش. خرج الزوج وكره وكارتة مقلوب انجاز. تشمل تالي به دوك عندك الكارتة كيما ترى فيها انت غاديكا نورمال هكا ولا كلها جوامر ريقل اقلبها باش تنجم تراها شنو ما فما كوارت وكل اختار اي واحده تعجبك. شنو هي هذيك؟ نفكروا به. دونك باعتبار لي انا انسان نؤمن بالديمقراطيه وانسانيه قلت من غير ما نخليه هو يختار واحد. اغلبيه الاختيارات باش تختارهم انتوما. كل مره باش نطيش سفروت عند واحد فيكم سامبلومون باش تساله سؤال وهو باش يقول لي باش اختار يقول له يختار حمراء ولا كحله بيك ولا تريف بالطريقه هذيك. برا طيش انت عندي ثقه فيك. طيش عند طيش قدام وين تحب. اضرب بها عبد. تضربش كاميرا. هاي في الكارت فما حمر وكحل. تحب الحمر ولا الكحل؟ الحمر. هز الحمر ونص الكارت. طيش العبد اخر. قتلوا لي سفرود. في الاحمر ثم كور وكارو. تحب كور ولا كارو؟ ك
كارو تي بونس اس كارو صحيت والكارو في الاحمر يعني حط الكروته وخلي كارو عندك ولا ماك عادي طيش عبد اخر به دونك نحبك تختار اي رقم يعجبك من 10 4 لا ما تخدمش فازك هكا باش شوف باش نعاودو باش نقول لك انا 1 2 3 نحبك تختار 7 كيش الفاز ما تخطفش واحد تنجم تختار اي رقم يعجبك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 انا واحد فيهم يعجبك مصر طب كات مريك به اعطيني الكات كارو اخترته كارو هز كارو عندك وري الناس كل وري الكاميرا رجع الكارتة اما رجعها مقلوبة يعني غاديك الكارتة كلها نورمال واحدة بركة مقلوبة اللي هي شنية تبارك الله عليك متفقين علي الناس كل ما صار حد شيء هوني كل شيء على عينيكم لما الكارتة كل رجعها في الباكو يعني في المونة ات عليك الباكو ميرسي بوكو اعطيني الكارتة الاخرى باه دونك هنا انا عندي الباكو نتاع الكارتة ذي بكري هو عندك هكا اجي على يميني تو ولا تبارك الله عليك تحقق تصفيق اقسم بالله والله باهي ثبتوا معي انا هنا مش باش نعمل حتى شيء باش نحل الكارتة شوي بشوي تراو فيك فيش الكارتة كلها نورمال في وسطها كشي واحدة بركة مقلوبة باش نطلعها لفوق شدة عندك كي تحركيش خليك هيك من غير ما تغزر بكري انتم تختاروا كيما تحبوا هكا ولا اخترتوا من الاول في الورقة باش تكون حمراء وبعدين اخترتوا لي باش تكون كارو اخترتوا من بعد قلت لها 7 ما حبتش اخترت الاربعة كارو ولقينا في وسط الباكو ذي نتاع الكارتة ورقة بركة مقلوبة بس الكارتة كلها نورمال هكا ولا ولقينا ورقة بركة مقلوبة اللي هي كات كارو ميرسي بوكو شكون قبل اللي رفضت تاع مونتاليزمك اللي عبيت تقرا افكار وكل توا باش نعملوا تجربه نشوفوا كيفاش باش نجموا نقراوا الافكار تاع السيد تي بونس حكايه سهله باش نقراوا افكار تاع انسان اللي بسبوني اخت صعب الحكايه فرق هنا انا عندي كارت فيها بليزيوغ اكتيفيتي مش عندي هنا عندي روان شكون انجلوفون يفسر لنا ران تجري سينغ يغني سليب اكتيفيتي نتاعك سليب سويم ووك فهمتوا الفازة كل يعني عندي كارتة فيها بليزيوغ اكتيفيتي اش عندي هوني ريد اقرا بلاي درينك واتر اوف كورس به باش نعمل انا هكايا وانت باش تقولي ستوب وين ما تحب انت بلاصه اللي باش تقولي فيها ستوب باش تقرا شنيا الورقه المكتوبه عندك تقرا الاكتيفيتي تغزرها تخبيها عندك وما تقول لحد ما تقوليش هي شنيا مريقل باش نعمل كي يقولي ستوب تفضل شوفها وحدك ما توريها ليش شفت سي بون خبيها عندك باهي دوك عندي هنا انا لدو تابلو هذوما باش نحاول نطلع شنيا الفاز اللي هو يخمم فيها وباش ش... ش... ما لقيتش الكلمة ريت الفاز اللي انا باش نكتبها هوني هي توقع باش نحاول I predict the future نتوقع المستقبل باش نخمم هو فاش يخمم تخمام حبك تخمم في حرف من الحرف الخمم في الحرف الكل وانا باش نحاول نكتب الحرف هذاك هنا مريقل اي حاجه انتم باش تراوها هنا ما تعملوا حتى تلميح شنو كتبت انا هوني مريقل كابيتو برا خرف خمم في واحد منهم خمم في الحروف اسكو فيها حرف او الكلمه اللي عندك فيها حرف او فيها اوك عندك ميكرو استعمل فيها
ب اسكو الحاجه دي مهمه وبيان سور واحدين هذوما الزوز تراو فيهم سكر عليها مش حطها هوني وعينك ميزانك جاذبية أرزن قدامكم سي بون هنا حصي لما في الصدور تو باش نعمل دي تيست باش نسلو شوية أسئلة باش نشوفوا أسكو الكلام تاعي صحيح ولا لا باهي أسكو الحاجة هذيا مستانس ديما تعملها بيان سور هي سيت اون اكتيفيتي تنجم كيما الماكلة كيما النوم كيما كيما واحد يجري اي حاجه باه ثم ديزاكتيفيتي كيما انك تجري تجري, تجري واحد كيما تجم تجري مع العباد اسكو الحاجه هذيا تستحق عباد فيها ولا تستحق عبد واحد باه اسكو عندها بلايص معينين باش تعمل فيها ولا اي بلاص في الدار شنو في الدار تي وين تحب بلاص اسكو فاز هذه ديما تعمل فيها انت ولا ساعه شنو ديما تعمل فيها بيان سو يوري ديما نعمل فيها معقول فما عبد معينين ولا عبد معين ما عبد معينين بيان سو سيلكتيف ها دو كاليتي راه دو كاليتي بيه مثلا انا الماجي نجم نقعد نعمل في الماجي من دقيقه حتى كشي لانفيني ست سوايع نقعد نعمل في الماجي اكتيفيتي هذي قداش حب لك فيها وقت مع الترتيحات معناها قداش كيك قداش تاع ستة سوايع هكاك زاد الواجا تحس روحك ماهر فيها ولا عندك مهارات قاد باهي ما نعرفش تحس روحي بعيد على الفازة وسط تحس الأو تحسها في لا 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 سيور لا باهي اسكو الاكتيفيتي ذي باش تعملها اش كيش فسر لك ماكس نتاع النمبر مثلا انا الماجي نجم نقعد سور سين وحتى ألف عبد قدامي ما يقلقنيش جو بو فيغ لاكتيفيتي نتاعي قداش الماكسيموم نتاع العباد نجم تعملها خمسة عباد ما تخيبش به اسكو تستحق ادوات معينه ولا حاجه شنو هي دويت؟ ما عرفتش كيما المجيء حاجتي بالكارت تستحق تستحق برشا كيما شنو؟ كيما شنو؟ باش نقول لك سي عاد مش مشكل مش مشكل تعرف مش مشكل لازم نخمم شوي صحن مثلا صحن صحن نايس اخر مرة عملت الاكتيفيتي ذي وقت ايش؟ اخر مرة اليوم الصباح حتى مع العيلة مش مشكل شنو؟ حتى مع العيلة مش مشكل ليه شنو مع العيلة؟ من واحدة لعشرة فيها غش عرفت؟ اي ما يصيرش مع العيلة اوكي شنو هي الاكتيفيتي ذي؟ شنو هي الاكتيفيتي؟ تاكل تاكل شنو هي؟ شنو؟ ايت ايت جدك ايت وريت راه؟ وريها اليوم هم ايت ايش بيكم معناها؟ هي معناها ما فهمتش وين المشكل معناها؟ خلي كازي هون شكرا شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء أطفال خليه عندك كادو إيش قالكم في الجو ينجح غوسو مودو باش نحكي لكم شويه فازيت على الماجي علاش انا نحب الماجي وعلاش الماجي بلوز موان قدم بيا القدام فما حاجات صاروا لي في الماجي اللي خلوني نحب الماجي واللي تعلمت منهم برشا حاجات انا كماجيسيان لازمني نترينا دونك ديما نمشي للعباد نوقفهم في الشارع من غير حتى شيء طرح دزو نوقف عباد نحمل لهم فازيت ثم كل مرات كان يكانتروني العباد يقولوا لي ليه والكل وتحسها خايبه من الداخل نحن كبشر من اخي بالخوف اللي عندنا الفير اوف ريجكشن نخاف وانا نترفضوا من عند العباد من بعد بلوز موان ريت على كل مرة نمشي فيها العبد
ونوريه فازة فما اللي يقبلني ويقبل الفازة انتيا واللي كان ترني واللي تنمن بحاجة ونفهمها 7 مليارات في الدنيا علاش نقعد نظرة انتيا ويقف على عبد برك ونعبد ذيك قال لي ليه سيبون فت الحكاية نقول لي تبيعها بلفت أخوي نمشي لأي عبد ما يقلقنيش خاطر عارف حاجة واني أنا قادر على الحكاية ذيك وأنه عبد قال واني أنا مش قادر مش صحيح دوك خموا فيها في الفازات اللي انتم ما تعملوا فيهم وانا كنت تحب تعملها الفازة ذي فما عبد عجبته فما عبد ما تعجبهمش مش معناه الحاجة اللي تعمل فيها انت خايب والعبد حاجة ذيك غلط حاجة الثانية اللي ديما ننسى نسأل العبيد اش تعرف تعمل في الدنيا تقول لي حد شيء بهيم مش عارف شنو فماش عبد بهيم كنا بشر ما تسامبلومون فما شكون حاول شكون ما حاولش جربوا حاجات شكون فيكم جرب ميوزيك قبل هزيتو فرست 4 عبيد شكون فيكم جرب تياتر نفس 4 عبيد ميمسي انتم ما عندكم الوقت وفما الفازات والكل اما خايفين بلوز موان احنا كبشر نخافوا نظهر بهايم نظهر غبيين ذكرش نفضلوا وانا ما نجربوش ونظهر بهايم اما لازمكم تفهموا حاجه في الدنيا ذي ما تنجمش تعرف اسكو انت تحب الحاجه ولا ما تحبهاش كل ما تجربش دونك جرب فما حاجه تعرف تعملها فما حاجه ما تعرفش تعملها انا واحد من الناس دخلت في مزيت كيف دخلت في ايفينمون اورغانيزاسيون تاع ايفينمون بعد جمعه طردوني خاطرني انا فاشل في تنظيم لي زيفينمون نعرف نحكي نعرف بيرفورمي نعرف نعمل ماجي مش نعمل حاجه هذوك اما جرب باش نعرف روحي شنو نعرف مش نعرفش نعرف دونك الحاجه الوحيده اللي نحبكم تخرج منها في الحكايه هذه انه جاست جيف ذا تراي جرب ومن بعد احكم خاطر ما ثميش عبد ما يعرفش اتس سكيل بديت انا كماجي اتس سكيل تعلمت بديت بشوي نترين عليه حتى اني وليت نعرف نعمل فاسد الكل خوز عباليت ونبدا ريكش ساعه ساعه ويني هاي مش لقيها انا مش عارف هاي فلور ذي ذكرني برشا فازات والله ذكرني وانه قديش المخ نتاعنا بسيط وانا نخافوا من الحاجات اللي ما نعرفوهمش كما انتم خايفين تو تقولوا كيفاش صارت الحكايه وان الحكايه تمشي وتجي in all the cases واخر كلمه باش نقولها اللي give it a try جرب كيما انا طلعت هوني وجربت باش نعمل ماجي وجربت لقيت حاجه اللي تخليني فرحان I propose for you all وانه كيف تروح للدار بعد غير الكلام اللي سمعتوه هذا الكل مقعد خويا يركش مع روحك شنو عرفنا واش ما عرفناش نعمل اللي ما نعرفش نعمله خنجر give it a try thank you